عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم معتصم من قناة أندروي الدراما. نتمنى من رب العرش العظيم أن يبلغنا ويبلغكم الصحة والعافية يا رب، ونكون دائما تأمنوا الأمين إن شاء الله. في موضوعنا اليوم حنحكي عن أروع التطبيقات اللي ممكن نستفيد منها بالنسبة لتغيير شكل البطارية في البار الأعلى، أو شكل الواي فاي، أو شكل يعني كمية من الخيارات اللي ممكن تغير بها الشكل الأيقونات في البار الأعلى عند التبعيل او عند عدم التبعيل. طبعا البرنامج هو ما بيتطلب روت في الهاتف، اذا كان الهاتف اذا كان مروت او لا ما في اي اشكاليه بالنسبه للاستخدام في الهاتف. البرنامج طبعا هو برنامج مجاني تماما، ممكن تتحصل عليه بالرابط التحميل اسفل الفيديو بالرابط مباشر بمشيئه الله. قبل ما نبدا في شرح البرنامج، اذكر وانبه بالنسبه للناس اللي بيشاهدونا لاول مره، نتمنى منهم الاشتراك في القناه لدعمنا واستمرارنا لقدام لتقديم المزيد من الخدمات ان شاء الله. وبرضه لا تنسوا تفعيل الجرس سيكون كل جديد، وعمل لايك للفيديو اذا امكن ذلك. بنمشي للبرنامج. طيب زي ما شايفين امامنا واجهه البرنامج هو ستاتوس، يعني زي ما ذكرت لكم البرنامج ما بيتطلب صلاحيات الروت في الهاتف، ما عليه الا نديه علامه الصح هنا بالنسبة للصلاحيات الموجودة، نقدر نديه جميع الصلاحيات اللي بيطلبها مننا في بالنسبة للاستخدام عشان نقدر نتمكن من الصلاحيات البرنامج في الهاتف. بنعمل استمرار هنا، بننزل تحت برضو بنديه الصلاحية، بنعمل لها الاوكي. كده نحن قدرنا تمكننا من اعطاء الصلاحية بالنسبة للبرنامج. بنعمل فينيش. زي ما شايفين بعد ما عملنا كل الصلاحيات، زي ما شايفين امامنا الساعه جات في النص، وهنا بالنسبه للشكل البطاريه بنمشي للايقونات. طبعا في العديد من الخيارات، العديد من الامور ممكن تقدر تستفيد منها في التغيير، اذا كان في الالوان، اذا كان في نوع التكيس، اذا يعني كميه خياليه من الضبط في البرنامج ممكن تستفيد منها استفاده غزوه. طبعا انبه وبرضو اذكر البرنامج هو حسب اللغه الغيه بالنسبه للهاتف، اذا كان لغه عربيه او انجليزيه او فرنسيه ايا كان في اللغه الغيه اللي انت شغال بها في الهاتف. يعني حاليا بنحكي عن تغيير ايقونه البطاريه زي ما شايفين هنا في الخيار الثالث. بنمشي لعلامه السيتنج، هنا بنعمل علامه الصا زي ما شايفين امامنا في الشاشه الاعلى اتغيرت عندنا. بنمشي للستايل بالنسبه لشكل البطاريه، هنا طبعا مدينا كميه من انواع البطاريه، طبعا مدينا لها مقسمه في الشحن اذا كانت نسبه كده، يعني كميه من النسبه او شكل البطاريه او النوع، اذا كان البطاريه شحنه او البطاريه فيها 10 او 20 او 50 او 60 او 100 حسب الرمز زي ما شايفين امامنا. على سبيل المثال بنعمل الشكل الدائري ده، بنعمل له الاوكي زي ما شايفين امامنا، اتغيرت عندنا شكل البطاريه بدون اي اشكاليه وبدون برنامج يتطلب صلاحيات الروت زي ما ذكرت لكم. طبعا البرنامج هو برنامج مجاني وما بيتطلب، يعني في بعض التطبيقات الممكن تحاول تغيير في البار الاعلى او في الايقونات في البار الاعلى بتحتاج الى صلاحيات الروت، لكن برنامجنا اليوم طبعا هو محتاج الى صلاحيات الروت. هنا بيدينا خيار علامه زائد، طبعا اذا كان عندك وجد شكل بتاع ايقونات بالنسبه للبطاريه طبعا بحسب النسب، اذا كان 10% 20% 30 50 لحد ما تصل ال 100 في ال 100 بالنسبه لشحن البطاريه. زي ما شايفين امامنا هنا برضو ممكن نعمل بشكل دائري زي ما شايفين، اتغير عندنا الشكل بتاع البطاريه. هنا طبعا مدينا لي حجم التكست، اذا كان حابين انه نعمل حجم التكست بنعمل لها الاوكي. هنا برضو مدينا بالنسبه لي حجم التكست زي ما شايفين نزل عندنا في الاسفل. هنا مدينا بالنسبه لي البونت زي ما شايفين، مدينا كميه من الخطوط الموجوده في التطبيق. على سبيل المثال ممكن نختار اي خط حابين انه زي ما شايفين اتغير عندنا الخط النسبه البطاريه. هنا يعني برضو ممكن تعملها ليفت يمين رايت، المهم حسب الشيء اللي انت عاوزه. طبعا دي هنا بالنسبه لحجم البطاريه او حجم التكس بالنسبه لي، بالنسبة زي شايفين اتغيرت عندنا حجم البطارية، ممكن نزيدها نعمل 20 حسب الشيء اللي انت عاوزه. زي ما شايفين اتغيرت عندنا
حجم البطارية. بجد هو يعني برنامج جميل جدا زي ما ذكرت لكم، هو برنامج هو يعني ما محتاج إلى صلاحيات الرز يعني زي البرنامج الأخرى اللي ممكن تتطلب صلاحيات الرز بالنسبة لتغيير الأيقونات في البار الأعلى. هنا طبعا في العديد من الساعة، يعني كمية خرافية ممكن تقدر تستفيد منها، وممكن يعني تضيف تغير شكل زي ما شايفين هنا، اتغيرت عندنا برضو زي ما شايفين امامنا، تغير عندنا الاشكال. طبعا بيو العديد من الاشكال اللي ممكن تقدر تغير بيها الشكل الايقونات زي ما شايفين هون، عملت زاد الحجم زي ما شايفين امامنا. طبعا ده بالنسبه للداتا، بالنسبه للشبكه اللي انت شغال بها. هنا طبعا مدينا بالنسبه للتطبيقات، اذا كان حابب انك تغير جزء معين في التطبيق عند الاعلام، اذا كان هو جاب رسالة أو لا زي ما شايفين أمامنا. بدينا طبعا بالنسبة لشكل الأيقونات ممكن تعملها بالشاشة كاملة، يعني كمية من الخيارات زي ما ذكرت لكم ممكن تقدر تستفيد منها استفادة قصوى بالنسبة لتغيير شكل الأيقونات الموجودة في البرنامج. هنا ممكن تعمل الكالور زي ما شايفين أمامنا، هنا برضه ممكن نفعل. انا طبعا شغال شغل عشوائي، ولكن انت بعدين طبعا في فتح تطبيقات بالنسبه للبار الاعلى، طبعا هو بيظهر عندك الالوان اللي انت ممكن تقدر تفعلها في البرنامج. لحد هنا درسي انتهى، واذكر وانبه بالنسبه للناس اللي بيشاهدونا لاول مره، اتمنى منهم الاشتراك في القناه لدعمنا واستمرار لقدام لتقديم المزيد من الخدمات ان شاء الله. وبرضه لا تنسوا تفعيل الجرس يصلكم كل جديد، وعمل لايك للفيديو إذا أمكن ذلك، وأشوفكم في أمان الله.